أهلا بكم مشاهدينا. واصلت الصحف العالمية تسليط الضوء على تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والحشد العسكري الأمريكي في المنطقة، كما ناقشت رفض حماس البدء في مفاوضات جديدة بدلا من إكمال محادثات الصفقة، وانتقدت الانحياز الغربي لإسرائيل. ففي موقع أكسيوس نقرأ عن أسباب رفض حركة حماس الدعوة لبدء مفاوضات جديدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وأن حركة حماس أعلنت رفضها دعوة الولايات المتحدة وقطر ومصر لعقد جولة أخيرة من المفاوضات بشأن اتفاق المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة. ويرى الموقع أن رفض حماس يأتي بسبب الشروط والمطالب الجديدة التي قدمها مؤخرا رئيس الوزراء الإسرائيلي واغتيال إسماعيل هنية والغارات الإسرائيلية الأخيرة على غزة. كما يشير الموقع إلى أن الحركة تشدد على ضرورة قيام الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بداية الشهر الجاري بناء على رؤية بايدن وقرار مجلس الأمن. ونقرأ في صحيفة واشنطن بوست تحليل الكاتب إيشان ثارور موضوع إحراج إسرائيل حلفائه، وفيه أن نتنياهو وحلفائه أمضوا سنوات لضمان أن تكون الدولة الفلسطينية غير قابلة للحياة، ومع ذلك غالبا ما يتم حماية إسرائيل من الانتقاد على الساحة الدولية من قبل القوى الغربية. ويضيف الكاتب: اليوم تتعرض حجج القوى الغربية للانتقاص من قبل المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم، حتى بلغ الأمر بأن اشتكى وزير المالية الإسرائيلي متطرف بتسليل سموتريتش من أن القوى الأجنبية والرأي العام الدولي يعيقون إسرائيل عن المزيد من تدمير الأراضي الفلسطينية في سعيها لتحقيق أهدافها في الحرب. كما لفت الكاتب في هذا الصدد إلى مقاطعة السفارة الأمريكية في طوكيو ونظيراتها الغربية من دول مجموعة السبع، وقطعتهم مراسم إحياء ذكرى إلقاء القنبلة الذرية على مدينة ناغازاكي احتجاجا على قرار سلطات المدينة عدم دعوة إسرائيل. نبقى في صحيفة واشنطن بوست التي ناقشت أيضا التعزيزات العسكرية الأمريكية، حيث تعزز الولايات المتحدة وجودها في المنطقة استجابة للتوترات المتزايدة مع توجه الغواصة الموجهة للصواريخ USS إبراهيم لينكولن وحاملة الطائرات USS جورجيا نحو القيادة المركزية التي تنسق جميع العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. وأوضحت الصحيفة أن الانتشار أعقب محادثات بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت، ناقش فيه الاستعدادات العسكرية الإيرانية، والتي تشير إلى أن طهران تستعد لهجوم واسع النطاق ردا على اغتيال هنية وشكر. كما رأت أيضا الصحيفة أنه في غضون ذلك فإن إسرائيل تواجه ضغوطا دولية متزايدة للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث تدعو الولايات المتحدة وحلفاء آخرون إسرائيل وحماس إلى استئناف المفاوضات في محاولة لتهدئة التوترات المتصاعدة التي تهدد بالتحول إلى حرب شاملة. كما تناولت أيضا صحيفة التلغراف تناولت التحرك العسكري الأمريكي في المنطقة تحضيرا للرد الإيراني وتحسبا لهجوم على إسرائيل من قبل إيران وحزب الله، أرسلت الولايات المتحدة غواصة صواريخ إلى الشرق الأوسط. ويشير الكاتب إلى تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، الذي يأتي بعد إعلان وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب تتوقع أن تشن إيران هجوما مباشرا بحلول يوم الخميس. ويرى الكاتب أيضا أن التحرك العسكري الأمريكي يتناقض مع التقارير التي تفيد بأن الضغوط الأمريكية على طهران نجحت في تخفيف ردها المتوقع على مقتل الزعيم السياسي لحماس